هنبتدي بالجزء الأول وهو الأنشطة الحركية. الجزء الأول في تمارين الحياة العملية الأنشطة الحركية elementary exercises، وأنا كاتبة الإكسبريشنز بس علشان تقدروا تدوروا عليها، ويعني يستحسن تدوروا بالإنجليش لأنه شرح بالإنجليش أكتر من رائع. هنتكلم عن الـ Basic Elementary Exercises، الجزء الأول من التمارين الحركية. نتكلم عن التمارين الحركية البسيطة. التمارين الحركية البسيطة هي طبعا ملهاش حدود، بس احنا هنستعرض منها الجزء ده. مثلا تمرين اختيار سجادة العمل او حمل سجادة العمل، لانه احنا ما نقدرش نعمل اي تمرين، ما نقدرش نستغنى عن سجادة العمل. فأنا لازم بروح أجيب سجادة العمل الأول وأفردها سوى على الطاولة أو على الأرض. على الطاولة بتكون سجادة صغيرة شوية، وعلى الأرض بتكون سجادة كبيرة قد سجادة الصالة كده. فلابد إن أنا أعرف إزاي أشيلها، تمام؟ أعرف إزاي أختار سجادة، واعرف ازاي اشيلها واروح اوديها للمكان اللي هشتغل فيه سواء على الطاولة او على الارض. وايضا اعرف ازاي المها سواء بالتطبيق، ان انا اطويها اطبقها اطويها، او ان انا ابرمها واشيلها زي ما بنشيل السجاد في البيت، زي السجاد اللي بيبقى مفروش على الارض بنبرمه ونشيله، تمام؟ ايضا يبقى التمرين الاول selecting a mat، والتمرين الثاني holding a tray، وحمل الصينيه صينيه العمل، لانه ما اقدرش اتعامل مع اي تمرين الا لما يكون محطوط على الصينيه. ما اقدرش اشيله ولا انقله من مكان ولا اروح في اي مكان بيه الا لما يكون محطوط على صينيه عمل، تمام؟ وتمرين holding a jug، ازاي اشيل الدورق. الاول هنشوفه هو فاضي، وبعدين هنشوفه هو مليان، هشيله ازاي وليه طريقة في الحمل. لازم تراقبوني كويس قوي وانا بعمل التمارين دي عشان تنفذوها بنفس الكيفية وتعلموها لولادكم، او لو كنتم معلمات في المدارس تعلموا الولاد بنفس الكيفية، تمام؟ حمل كوب من الماء، تمرين حمل الجلاس كاين جلاس اوف ووتر، وتمرين مسك الملعقة هولدينج سبون، وتمرين بتاع تعليق المريلة. وقلنا المريلة في الحياة العملية لا غنى لنا عنها. المريلة اللي هي مريلة المطبخ البلاستيك، احنا بنشتغل بننظف وبنتعلم ازاي ننظف وازاي نشيل حاجات فيها ميه وازاي نغسل ترابيزه وازاي نلمع ازاز. فالحاجات دي كلها لازمها انه انا لما اكون بشتغل في ميه لازم البس المريله. فقبل ما اتعلم ازاي البس المريله لازم اتعلم ازاي اعلقها على المشجب او على الشماعه. hanging an apron. ودي كلها تعتبر تمارين حركية بسيطة، ولكن ليها طريقة. لازم نشوف الطريقة بتتنفذ ازاي. هيكون اسلوبي في شرح التمارين ان انا هشرح التمرين الاول وهتكلم كأني بشرح لطفل. فإحنا بنشرح الأول التمرين وبندي فكرة عنه، وبعدين بعد كده بننفذه. فأنا هقول لكم كل الحاجات اللي لازم ترعوها، والحاجات المهمة اللي تاخدوا بالكم منها، والحاجات اللي تراعوا ان انتوا ما تعملوهاش، والحاجات اللي تأكدوا على عملها. يعني هدي نظرة كاملة على التمرين قبل ما اشتغله، في حين ان انا لما ابتدي اشتغل التمرين هصوره لكم في منتهى الصمت، وانتوا تاخدوا بالكم، لان دي الطريقة اللي المفروض بتأدوا بيها التمرين مع الطفل.
انتوا بتشرحوا قبل التمرين، ولما بتبتدوا التمرين بتسكتوا خالص وبتنفذوا في صمت، تمام؟ ما بتكلمش الا كلام قليل جدا لو اضطريت ان انا استخدمه.